مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. انتقد الممثل محمد الرغيس الصحفي بلال كباش بعد حواره مع الراقي ولايه خنشله الذي صنع الحدث في السوشيال ميديا، وقد تحداه الرغيس على مباشر بإجراء حوار بين الراقي وطبيب متمرس. بلال ما تتوسوس لي ما والو اخويا العزيز، اخي انا اصحاب، اجت السوله تاعك في الاول ودرت لك طريق الليسي نفهمك علاش. صاحبي انت زعما قاف زعما جبت هذاك الراقي زعما انت الاول جبته في الشروق وزعما هكذا قالك عمل ضجه سؤال اللي عمل ضجه معليش ماشي مشكل، انا ما عندي حتى مشكل مع هذاك الراقي، انا مشكلتي معاك ومع تاوعنا تاع خنشله ساع هذاك الراقي الامام عاود رجعوا جيبوه عاود جيبوه وجيب لنا دكتور ها جراح ولا جيب لنا انسان قريب بزاف وحطوا قدامه ويرقي له خويا العزيز. يا اخي تقول بلي هو قال له كان عالم ما نعرفولوش ما بينيش انا وين سمعت الانترفيو تاعك معاه، خلاص جيبوا لنا واحد عالم ولا واحد جراح حطوا قدامه وحبسوا ما تخرجوا من العباد ما هكذا فهمت بلال خويا العزيز. عاود رجعوا كيما قلت لك وجيب دكتور طبيب جراح القلب مثلا نحطه قدامه يقولوا يرقيه، شوفوا الطبيب هدايا اسكو مسحور ولا ماشي مسحور، حياتكم كامل وانتم تمسحوا فيها في السحور والشيطان، السحر والشيطان في راسك انت الوحيد اللي تقدر تعالج نفسك بنفسك. هاني نقول لك سبحان الله مهما كان امراض عضويه تنجم تعالج نفسك بنفسك، تعالج بالرياضه والاكل الصحي. شبعتونا خرطي، حبيت جار هذيك البلاد، هذيك البلاد ما هيش تاعك يا بلال خويا العزيز، هذا خويا بصح انا فصل معك ندير معك في انترفيو انا من الانستغرام تاعي فهمت قناتي الخاصه، هذيك البلاد نسالوا فيها كامل وانايا اول الناس اللي نعطي الحق. انا قلت لك بعد بديتوها بالمواعيد في رمضان وواحد الصفحه لو ميم الشيوخ اللي كانوا يديروا المواعيد هو هذا الراقي واحد منهم، وكان واحد اخر الروجي هذاك يهضر عليا ويهضر على واحد العباد، انا الجروب هذاك كاع انا نشوف فيه تبع فيها انايا على واش راكم تحوسوا واش راكم تحوسوا واش هي المصلحه تاعكم ها ما عملك بتخدموا انتوما واش راكم حابين ما فهمتش واش راكم حابين انت كفاهم واش راك دير بلال ماكش فاهم زعما نتايا هاك واش راك تحوس راك تحوس على الباس بلال ولا تحوس تبين بلي انت الصحافي الممتاز ولا تحوس مصلحة هذه البلاد. يا خويا العزيز بلال انا ما عندي حتى حاجه معك انت صاحبي بصح درت عفسه نهضر لك هكذا في اللايف وفي الفيديو مش توصل لك هذه الرساله. لعرض اعلاناتكم على باقة باستارز تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.